ليس له الحق في إبداء رأيه وهذا الحق مسلوب منه وكتم الأفواه يعني نظام كتم أفواه السوريين بالكامل السوريين المعارضين موضوع الإعلام موضوع مهم جدا يجب التركيز عليه نحن كان هدفنا إنه نجيب مجموعة من الإعلاميين إلى المنطقة إلى هذه الندوة كي نسلط الضوء على الوضع الموجود هنا في المنطقة وبداخل عفرين لكن مع الأسف اعتذروا الجميع اعتذروا بحجج مختلفة لكن نعلم بأن استقلالية الإعلام حقيقة مهمة جدا وهي صفة أخلاقية بمواجهة مآسي الإنسانية ما يعانيه الناس في عفرين ولو أنه قناة إعلامية تطلع تسلط الضوء على ما يجري هناك هي حقيقة مسؤولية أخلاقية تقع على كافة القنوات الإعلامية ولو إن كانت قنوات تابعة ونطالب بتسليط الضوء بشكل مستمر عبر قنوات الإعلام عبر صفحات التواصل الاجتماعي يعني كل الإمكانيات الموجودة بيدنا يجب أن نستخدمها في سبيل تسليط الضوء على ما يجري من جرائم في عفرين والمناطق الأخرى حتى نقدم تركيا لمحكمة دولية.